هلو لودي، اليوم معنا موضوع تاني عن الشقة، وهو أسهل من الموضوع الماضي وكلماته أبدا مو صعبة. خلينا نبلش أول شيء بنص الموضوع أو شو مطلوب منا. Sie haben in einer Zeitung eine Anzeige gelesen, in deren eine alte Dame eine Wohnung vermieten musste und ihr Angebot hat Ihnen gefallen. إنه أنت قرأت في الجريدة إعلان فيه امرأة مسنة ترغب بتأجير شقتها ودير انجبوت وعرضها نال اعجابك. دي فونونجز ميت اسبيلش ابا دير ميت موس اين غارتن اغوايت وبرنامن. اجار الشقة رخيص ولكن على المستأجر ان يهتم بالحديقة. شغابن زي ان بريف عندي التي دامة. اكتب رسالة موجهة الى الامرأة المسنة تهتم بالنقاط التالية وهن غوند في إير شرايبن إرسين أوبرزيش فونونغ وغارتن أكوايت. تحكي أنت عن سبب كتابتك وتحكي شوي عن حالك وبعض الأسئلة عن الشقة وكمان بعض الاستفهامات أو الأسئلة عن العمل في الحديقة. هلأ بشكل عام بس نحن جينا للفحص نص عن أي رسالة اللي هي نحن عطول في عنا كلمات مفتاح لازم ننتبه عليها مشان نقدر نعرف نكتب عن اي موضوع بيجينا. مثل هون ننتبه مثلا عندنا ايني فونونغ فيرميتن مشت، انه في عندنا التي دامه وهي ترغب بتاجير شقه وانه هي الشقه بلش وهي رخيصه بس في عندنا غارتن اربايت. اذا هذول في عندنا النقاط المهمه لازم ننتبه عليهم وقت نكتب اي موضوع. هلا منبلش بالموضوع، اكيد المقدمه او نص الموضوع نحن ما بهمنا نحفظه، مهمنا بس الموضوع. خلينا أول شيء نقرأ. زي قلت فغاو فيشا. Vor kurzem habe ich im Seniorenmagazin ihre Anzeige gelesen und ihr Wohnungsangebot hat mir gefallen. Ich suche gerade eine neue Wohnung, weil mein alter Wohnungsmietvertrag in diesem Monat ausläuft. Ich bin 25 Jahre alt und studiere an der Universität in Essen. Ihre Wohnung ist in der Nähe der Uni und die Kosten kann ich tragen. هلا خلينا نشوف الترجمة. Vor kurzem habe ich im Seniorenmagazin ihre Anzeige gelesen und ihr Wohnungsangebot hat mir gefallen. مؤخرا vor kurzem قرأت إعلانك في مجلة المسنين وأعجبني عرض شقتك. إيش زوجي جيرادة عن نوي فونونغ؟ أنا أبحث حاليا عن شقة جديدة. ليش؟ لأنه عقد شقتي القديمة ينتهي هذا الشهر. فايل ماين ألتر فونونغز ميت فيرتغاك إن ديزم مونات أوزلوفت. هلا واحد بيحكي عن حاله، إيش بين فومز بنز الشاري ألت أون شوديري أندر أونيفرستيت إن إسن. أنا عمري 25 سنة وبدرس بجامعة إسن، طبعا إسن هو اسم مديني، ما أنا عم نحكي على الأكل هوني. إيه فونونغ إست إن در نيه در أوني أون دي كوستن كان إيش تخاكن. شقتك هي بالقرب من الجامعة ويمكنني تحمل نفقاتك. إذن هذه هي ترجمة الجزء الأول من الرسالة. هلأ بنحكي شوي عن القواعد. Vor kurzem habe ich im Seniorenmagazin ihre Anzeige gelesen und ihr Wohnungsangebot hat mir gefallen. معنى أول شيء مع vor عنا kurzem، طبعا هون المعنى داتيف، بعد im Seniorenmagazin انتبه عليها im in dem im صارت ihre Anzeige gelesen. هون هذه الشغلة كتير مهمة. هوني بما أن عم نحكي نحنا مع حدا ما بنعرفه وعم نحكي بصيغة الاحترام حطينا إير والإن كتبت لأنه معنى أنت ساقي مؤنسي تابعة لألا. وبعدها كمان قلنا أنت إير فونونغز أنجيبوت، كمان قلنا إير وحرف كبير احترام. مير جفالن مع فعل جفالن أو أعجبني عطول بيجي معنى الداتف بشانك حطينا مير. نكفي بعضه. ايش زوخي مع فعل زوخن عطول بيجي معنى اكوزاتيف وبعدها في معنى فايل. فايل مثل العادة بيجي الفعل بالمركز الاخير مثل ما شايفين او سلويفت. مكفي ان ديزم مونات، مونات هي مذكر.
و انهي فيكسل البروبوزيسيون هوني معناه داتيف، مش هيك حطينا اي ام باخر ديزن. بنكفي بعدها شتوديري، شتوديري هي هون الجملة ايش بن فون فرانز الشعري قالت اون شتوديري اندر انفرستيت ان اسن، شتوديري هي ادرس في الجامعة حصرا، ما العلاقة بالمدرسة، فقط بالجامعة نقول شتوديري. بعدها اير فونونج، مثل ما قلنا الاي تابع على فونونج، واير هي تابع على المرأة المسنة للاحترام حرف كبير. واندرني دير اوني، دير هوني معنا باللون الاحمر هوني جينيتيف، مشان هيك اوني هي مؤنث، دي اوني دي اونيفرسيتيت، طبعا اوني اختصار لأونيفرسيتيت، وهون بما انه معنا جينيتيف تحول دي لدير. اذا هذا هو اول جزء، واكيد انتو الواحد ما له مطالب يعرف كده هدول الشغلات، مو من الواحد يكتب الى حد ما بطريقة صحيحة. هلا خلينا نشوف الجزء الثاني والاخير من الرسالة. ايش فيري فرو وين زي مش از نوين ميتا نيمن فوغدن ان ايغي Anzeige haben sie geschrieben, dass sie ab und zu eine Hilfe für Gartenarbeit brauchen. Das ist kein Problem für mich, weil an jedem Wochenende ich Zeit dafür habe. Ich habe noch eine Frage an Sie. Wie viel Geld für Kaution und Nebenkosten pro Monat wollen Sie haben? Ich würde mich freuen, wenn ich eine Antwort von Ihnen bekomme. Mit freundlichen Grüßen. مثل ما عم شوفوا الرسالة كتير قصيرة وسهلة، وأكيد فينا نحن نضيف أسئلة على كيفنا كام غرفة، كتير في شغلات فينا نضيفها أسئلة إذا منحب. الجملة الأولى إش بيغي فغو وين زي مش أز نوين ميتا نيمن فوغدن، أنا رح كون مبسوط رح كون سعيد إذا وافقت عليك مستأجر جديد. إني غي أن تساقي هابن زي جشريبن داس زي أب أون سو أين هلفة فير غارتن أربايد بغوخن، في إعلانك قد كتبتي بأنك تحتاجين لبعض المساعدة. هون بعض المساعدة هي أب أنسو، بعض المساعدة في الحديقة. This is kind of problem for me, weil an jedem Wochenende ich Zeit dafür habe. هذا ليس مشكلة بالنسبة لي لأنه لدي وقت لهذا الأمر في نهاية كل أسبوع. Ich habe noch eine Frage an Sie. لدي سؤال آخر أطرحه عليك. في viel Geld für Kaution neben Kosten pro Monat wollen Sie haben؟ كم من المال ترغبين الحصول عليه شهريا؟ هون كاوسيون هي عبارة، هون في الواحد ترجمة كفالة، هو شيء واحد بيدفعه بس يخلص عقد إيجار، بيجي صاحب الشقة أو البيت بيتفحص إذا في شيء بده تصليح بيدفعه من هذا الكاوسيون، وإذا ضل شيء زيادة بيرجعه للمستأجر. هذه هي الكاوسيون. نيبن كوستن هي التكاليف الإضافية، سهلة. بعد إش بوغدي مش فوين وين إش أيني أنتفورت فون إينين بيكومن، أنا رح كون مبسوط سعيد عندما أحصل على جواب من حضرتك. مت فونشن كوستن، وأكيد نحن بالنسبة للرسالة لازم نتبع قوانين كتابة الرسالة بحذافيرة، وخاصة الرسائل الرسمية، لأنه كل شيء عليه علامات، وهذا الحكي حكينا عنه بدرس سابق. منبلش بالقواعد. إش فيغي فرو وين زي مش از نوين ميتر نيمن فوغدن، هوني معنى إش فيري، هوني معنى كونيونكتيف تسفاي، كان عنه كمان بثلاث دروس سابقة. بعده معنى فين، بيجي معنى الفعل بآخر الجملة مثل ما كن شايفين، فين جا معنى فوغدن بآخر الكلام، وهوني كمان معنى كونيونكتيف تسفاي. الجملة اللي بعدها معنى داس وهو أن، كمان مثل فين او فايل بيجي معنى الفعل بالاخير بغوخن. اب اون سو مثل ما قلنا هي ترجمتها في بعض الاحيان. بنكفي فيو مش، فيو على طول بيجي مع اكوزاتيف عشان كتبنا مش. فايل الفعل بمعنى بيجي بالاخير هابي، وبعد منتبه ايش هابي نوخ ايني فراغي ان زي، هون بتلاحظوا ان استخدمنا حرف الجر ان مع انه مع فراغة مع السؤال، هون نحفظها مثل ما هي. بنكفي بعدها كاوسيون ونيبن كوستن، حكينا عنهم قبل شوي شو هو الكاوسيون. غومونات هون بتجي كل شهر، هون نحفظها كمان مثل ما هي. ايش فوغدي مش فوين، كمان معنى هون كونيونكتيف تفاي، بيجي
بنصرف فعل فوغدن حسب المناسب، وبيجي بالفعل بالانفينيتيف او المصدر باخر الجمله، حكينا عنه بالتفصيل بدرس كونيكتيف 5. فون اينن، فون على طول بيجي مع داتيف مشان هيك حطينا اينن. اذا هذا باختصار شوي عن القواعد. اليوم الرسالة أكيد هي أسهل من المرة الماضية، وهي عن البحث عن الشقة. إذا عندكم أي اقتراحات فيكم تكتبوها تحت بالتعليق. وهيك مشاهدينا خلص الفيديو تبعنا برسالة مثل هي الرسالة اللي هي عن الشقة أو عن أي موضوع تاني. نحن فينا نكتب جمل على كيفنا فينا نزيد أو ننقص من هدول المواضيع. المهم الواحد يكون شوي بالقواعد مظبوط، ومهم يحكي طبعا بنفس الموضوع. إذا بنحكي عن استئجار شقة نحكي موضوع الشقة فقط، الواحد ما يطلع من الموضوع مشان ما تروح له كتير علامات. إذا عجبكم هالفيديو أكيد ما تنسوا تدعموا الفيديو بلايك شير أو كومنت. تشاو.